بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدرس السابق كيفاش نابليكي واحد كود سي اس اس على كود اتش ام ال بطرق مختلفة، اما في وسط الباليز او لا في باليز ستايل في وسط الهين، او لا نانتيغري او لا ندير واحد لينك ليد لواحد الفيشي سي اس اس خارج الباج ديال اتش ام ال. قلنا الطريقة الأخرانية تاع هذا الفيشي هي تري تري براتيك، وقلنا عندها بزاف لي زافونتاج، بحيث في شي واحد كيمكن يستخدمو في السيت كامل او لا في تو لي باج كامل. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوف واحد النوسيون مهمه بزاف في وسط سي اس اس، واحد النوسيون تري تري امبورطون بالنسبه لسي اس اس، وهي لا باز ديال سي اس اس. كيفما تذكرتوا بالنسبه للدرس السابق فاش كنت درت واحد لا باليز سي اس اس في وسط الهيد ودرت كالر عطيتها لها فالور ريد، في هاد الحالة هادي ما تابليكاش الكود. علاش؟ حيت ما بريسيزيتش ليها بالضبط على من يابليكي الكود. إذا عندي واحد الكود سي اس اس أو لا دي بروبريتي سي اس اس، هاد لي كود هاد الكود سي اس اس اللي بغيت نابليكي على دوكيمون اتش ام ال ما غاديش غير نجي نقول ابليكي على دوكيمون اتش ام ال، إنما خصني بريسيزي ليه لي زيليمون بالضبط، لي زيليمون بالضبط اللي غادي ابليكي عليهم هاد الكود سي اس اس. اذا فاش نبريسيزي اللي اون باغ اكزومبل نقول ليه اش 1 هو اللي تطبق على هذا الكود، او لا اش 2 اللي تطبق على هذا الكود، او لا الباراغراف بوحده، او لا اللي عنده هاد لو نون كيساوي، او لا هاد لي زانفورماسيون. اذا كان سيليكسيوني ليه كان سيليكسيوني ليه اش بي ابليكي على من بي ابليكي علي كنقول ليه ابليكي. اذا هادي هي لا نوسيون تاع سيليكتور. طيب اذا نشوف واحد ليماج تفصيليه واحد شويه. اذا هنا كان عندنا سيليكتور، هذا هو السنتاكس نتاع اي كود سي اس اس اون جينيرال. هنا كان عندنا سيليكتور ثم كنحل لا كولاد وكنسد لا كولاد. سيليكتور اش يكون؟ اما سميه ديال لا باليز، واما لو نون نتاع لا باليز، وانما الاي دي ديال لا باليز. اذا سيليكتور هادو هما لي فالور اللي كيشد اون جينيرال. كاين بعض الحالات اخرى كنستخدم فيهم لي زيليمون مثلا بحال التايتل او حاجه اخرى، هادشي باقي غادي نشوفو من بعد. ولكن دابا حاليا خصنا نعرفو تخوا شوز سيليكتور. قلنا حنا بين ابليكي كود اتش ام ال خصنا نبريسيزي على من ابليكي. اذا كنعطيه السميه نتاع لا باليز، او لا لو نون نيم نتاع لا باليز، او لا الاي دي لا باليز. ابري كنفتح الكود سي اس اس لا كولاد عفوا، ثم كنسد لا كولاد اللي هنا كنبقى ناجوتي لي ديكلاراسيون، وكل ديكلاراسيون كتغير ليا واحد الحاجه على هاد الاليمون او لا السيليكتور اللي سيليكسيوني. هنا دابا مثلا افترضنا في وسط ديكلاراسيون ولا درنا كالر، اذا كالر دو بوين بلو فاليو، هاد الكالر كتسمى البروبيرتي او لا بروبريتي، ثم بلو هي الفاليو او لا لا فالور. اذا ديكلاراسيون كتكون من البروبريتي بلس لا فالور. ديك اذا هاد ديكلاراسيون الاولى غادي تمشي لهاد الدوكيمون، غادي تمشي عند كاين سيليكتور اش 1 كاع لي باليز اش 1 اللي كاينه في وسط الدوكيمون غادي يولي الكولور ديالهم زرق، غادي يولي الكولور نتاعهم زرق. طيب ثم كندير بوان فيغيل كندوز ناجوتي ديكلاراسيون اخرى. في الديكلاراسيون الاخرى كاين مثلا فون تيري سايز دو بوان 12 بيكسل. اذا هادي كلها كتسمى ديكلاراسيون فوسطا فونت سايز كيتسمى هو البروبريتي او لا البروبرتي، ثم 12 بيكسل هي فاليو او لا لا فالور، ثم كنسد السياسة. اذا الشيء اللي بغينا نفهمو هو ان هاد الكولور تيولي زرق، والسايز نتاع الخط او لا لا طايت الخط غادي يولي 12 بيكسل في كاع لي زيليمون لي سميت لي اش ان، في كاع لي زيليمون لي اش ان. وكل شيء كان بين غير على سي اس كيتسمى ديكلاراسيون، و ديكلاراسيون هي عبارة على بروبريتي بليس فالور. كندير البروبريتي ثم دو بوان ثم لا فالور. اذا لا فهمنا هاد لا نوسيون مزيان غادي نكونو غادي نشوف سي اس اس مزيان. اذا في هاد الحالة استخدمنا بالنسبة للسيليكتور قلنا كيكون تخوا شوز، اما سميت لا باليز، اما الاي دي، اما نيم. طيب اذا نعطي واحد ليكزامبل اخر، واحد ليماج اخرى كتوضح. اذا هاد ليماج هادي هي حنا شفنا ليماج في الاول لي ديمونسيون، هادي شويه تري براتيك.
إذا بالنسبة للسيليكتور كانت هي اش ان، ثم كان حل لا كولون كانت ست لا كولون اللي كان اجو تي ديكلاراسيون. لاحظ كيف ما زلقي ذكر قلنا هذا السطر بهذا الشكل هذا كيساوي ديكلاراسيون، وديكلاراسيون هي عبارة على واحد البروبيرتي بليس فاليو، أو لا بروبريتي زائد فاليو. هنا بالنسبة للحالة الأولى مثلا درنا اش ان قلت ليه كولور دو بوان، لاحظ ماشي تيساوي و اورانج اللي بوان فيغيل كولا دو بوان اورانج. وما ننساوش دو بوان ما نديروش بلاصه تساوي عند اوبليغاتوار، و بوان فيغيل ما ننساوش في الاخر عند سي اس اس. اون فوا كان نسى دو بوان او لا هاد كالر غادي تزيد واحد او في الاخر، انا ما غاديش تابليكا الكود سي اس، خص داكشي يكون اكزاكتومون دوك لي باليز او لا لي بروبريتي نعطي الفالور تاعهم اكزاكتومون. طيب اذا كالر كيساوي مثلا اورانج، ثم تكست اللاين تساوي السنتر، ثم بوان فيغيل. طيب نشوف واحد ليكزومبل اخر، وهو هاد ليكزومبل هذا. لاحظنا ان السيليكتور من المره اللي فاتت شفنا شفنا في المره اللي فاتت السيليكتور اش ان، هاد المره استخدمنا اليمون اخر او لا باليز اخر اللي هي بي باراغراف. جيت وانا ندير باراغراف حليت لا كولور، اجوتيت ديكلاراسيون الاولى كالر كيساوي ريد، باك باك جراوند كالر كيساوي بلو. اذا هاد كاع لي باراغراف اللي في التكست غادي يولي اللون الخط نتاعهم بالاحمر، والخلفيه غادي تولي بالزرق. اذا حتى لهنا الى فهمنا هادشي مزيان غادي يولي غادي تسهل عندنا السي اس اس. السي اس اس دابا حاليا اش غادي نقرا فيها؟ منين عرفنا كيفاش نعيطو ونتعاملو مع السي اس اس غادي يبقى لنا حاجه اخرى، حاجه وحده مهمه اللي هي نعرفو كاع لي بروبريتي اللي كاينين في السي اس اس، وكل بروبريتي نعرف الفالور ديالها. اذا هنا منين عرفنا السيليكتور مزيان وفهمنا ليدي نتاعتو اون جينيرال، بقى لنا حاجه وحده في فصل الفورماسيون هي نعرفو كل نعرفو لي سيليكتور وكل سيليكتور لي فاليو ديالو. الى هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا، حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى لا نشوف فيه اشياء اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.